تسير جمعية معاذ قافلة دوائية وطبية لدعم مستشفيات محافظة تعز، هذه المدينة المحاصرة، وهذه القافلة هي امتداد للقوافل الأخرى قامت بها الجمعية في خلال الفترة الماضية، وهي مكرومة من فاعل خير من المملكة العربية السعودية الشيخ أبو عبد العزيز حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الأجر. هذه المعونات سيستفيد منها مئات الجرحى والمصابين جراء القصف المتواصل على المدينة، وهي مكرومة أيضا من شعب المملكة العربية السعودية، ونشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وملكا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم جزيل الأجر والثواب. هذه الأدوية هي مستلزمات طبية، وأيضا هي أدوية يحتاجها المرضى والمصابون في مستشفيات محافظة تعز. الكمية هي تزيد عن 1000 كرتون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي مرحلة أولى، وإن شاء الله خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك 3 قوافل أخرى إن شاء الله. هذه أدوية ومستلزمات جاءت عبر مؤسسة معاذ من فاعل الخير في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم الحاج أبو عبد العزيز حفظه الله، نتمنى أن يخلف الله عليه بالخير والبركة. حقيقة هذه اللفتات تعزز من صمود المجتمع اليمني عموما، ومجتمع تعز شبابه وشيوخه نسائه وأطفاله تجاه وما تقوم به هذه الجحافل من ميليشيات صالح والحوثي، على هذه اللفتة الكريمة تجاه تعز وأبنائها. حقيقة هذه اللفتة والتي سأستفيد منها 3 مستشفيات في مرحلة الأولى، مستشفى الروضة ومستشفى الثورة ومستشفى التعاون بالأدوية والمستلزمات. هذه الحملة تقدر بقرابة 12 يعني طن من الأدوية والمستلزمات. هذه الأدوية والمستلزمات الطبية التي نحن بأمس الحاجة إليها لما نستقبله من جرحى ومصابين من جميع الجبهات، نتمنى أن يستمر هذا الدعم لدعم المصابين الذين قدموا وضحوا بأنفسهم وروحهم من أجل تعز الحبيبة. أخص بالشكر الشيخ أبو عبد العزيز حفظه الله تعالى، ونقول له جزاك الله خير وبارك الله لك في أولادك ومالك وأهلك لما بذلت به من إنقاذ الجرحى والمصابين في محافظة تعز وخاصة في مستشفى الروضة. نشكر الإخوة في جمعية معاذ العلمية الذين دائما ما تصلنا خيراتهم ودعمهم إلى هذا المستشفى، نظرا لما تمر به المحافظة من أزمة دوائية وطبية صحية ولما يحتاجه المستشفى.